السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عندي استفسار سيدنا الشيخ. نعم؟ عندي استفسار، عايز أخد فتوى حضرتك في الموضوع اللي أنا هكلم حضرتك فيه دلوقتي. نعم؟ تفضل، الصوت أصبح واضحا. الصوت كده تمام. تفضل يعني. كده الصوت تمام حضرتك؟ أيوه الحمد لله. طيب تفضل. الحمد لله. والله حضرتك أنا شغال مع ناس دلوقتي بقالي فترة. إيه؟ حوالي 16 سنة. طيب وبعد؟ ليا متعلقات معاهم بمبلغ كبير. طيب وبعد؟ الناس دي الوضع بتاعها دلوقتي من يوم ما طلبت مستحقاتي بدأت المعاملات معاهم تتغير. بدأوا يتغيروا في المعاملة. طيب. تمام؟ وتنتني معاهم بحاول اخد مستحقاتي، خدت جزء وبقي لي جزء كبير. طيب والسؤال؟ انا تحت ايدي فلوس ليهم ومستحقات ليهم واصول وليا حريه التصرف فيها. تمام. و يعني هم يرفضون اعطائك المستحقات او ماذا بوضوح؟ لا هم مش هم خد مستحقاتك. ها؟ قالوا خد مستحقاتك. خلاص خذ. خذها. قالوا لك خذ مستحقاتك، خذها. تمام. بس ده المبلغ اللي تحت ايدي ده يعتبر تلك المستحقات بتاعتي عندهم. طب هنعمل ايه طيب؟ ايه السؤال طيب؟ ما تفهمني. يعني انا اخذ المستحقات الجزء دوت وممكن هم ما ياخدش الباقي. فأنا برضك أنا خايف على دوت. يا أخي الكريم أنا ما أستطيع أقول لك شيء. إذا استطعت أن تأخذ مستحقاتك مما تحت يديك وقد قال لك خذ مستحقاتك خذها وطالب بالباقي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كنت اتصلت بحضرتك من شوية شيخ بخصوص المستحقات، كنت عايز أوضح بس لحضرتك نقطة دلوقتي. أنا كنت متفق معهم على نسبة معينة، النسبة دي جم قللوها وعايزين يقللوها تاني، فناخد مستحقاتي على النسبة اللي أنا كنت متفق عليها دلوقتي؟ لا، الذي اتفقتما عليه تمام من حقك أن تأخذه. بعد ذلك إذا عدلوا في القوانين، إما أن تعمل معهم إما أن تفارقهم، تعمل معهم بشروطهم الجديدة. يعني اللي فات أنا اتفقت مع الشركة على العمل عندها ب10,000 جنيه في الشهر. تمام. واشتغلت شهرا فقالوا خلاص احنا العمل ب7,000. طيب يا جماعة اتفقت معكم على شهر على الشهر ب10. قال لا هكذا نظمنا، خذ الثلاثة الفرق وانت بالخيار تعمل معهم على 7 او لا تعمل معهم ترجع اليك. تمام يا سيدنا الشيخ. خلاص.